جايز، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد لليوم. اليوم الفيديو راح يكون جيم ماينكرافت، راح يكون ضمن سلسله ماينكرافت. تابع على الفيديو الجاي وراح نبدا بالتعمير ويلا. وقبل ما نبدا ما تحطوا لايك وشير وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس اذا منكم مشتركين، واذا جداد فتوا على قناتنا اول مره بتفوتوا اشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس لحتى يجيكم كل شيء جديد. وبتمنى منكم تشتركوا بقناة خي حسن، راح تكون تحت بالديسكريبشن، اشتركوا فيها. ويلا هلا ابدوا وشوفوا الجيم. سو جايز، نحن هلا راح نبدا الجيم اللي راح يكون تابع للجيم الماضي، وبتمنى تضلكم عم تدعمونا بسلسلة ماين كرافت. سعوزز، نحن هلأ رح نبدأ بالتعمير. جايز، انا فكرت بيتي انه دغري راح افتح، مثلا افتح الباب لقي مثلا تحت في شورى، وراح احط تحت سلايم كرمال ما يصير لي شيء اذا وقعت، وراح احط درج لنطلع عليه. We'll be right back.
جايز انا يمكن عم بستبق الامور، يمكن ما اقدر اعمل كل هول بهذا الفيديو، ان شاء الله بعملهم بالفيديو الجاي او اكيد يعني يا بالفيديو الجاي يا بالفيديو اللي بعده. بس اكيد رح ينعملوا وان شاء الله بيطلع بيت كتير حلو. يلا تركبونا، خليكم عم تتابعونا بهذه السلسلة. جايز انا هلا قدرت اعملهم بهذا الفيديو، هلا قدرت اعمل، ان شاء الله بنكمل البيت بالفيديو الجاي. وجايز لهم اكون شو نهايه الفيديو، ما تستعملونا باللايك والشير، تشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شيء جديد، وما تنسوا تشتركوا كمان قناه خي حسن لانه رح يقدم لكم اشياء كتير حلوه، وبشوفكم في فيديو جديد.